خلال تلقيه اتصال من رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. مدبولي يواجه بالانتهاء من ضوابط أداء فريضة الحج لهذا العام واقتصار الحج على من يحج لأول مرة. تواصل فرز أصوات الناخبين في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، وماكرون وألوبان في الصدارة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل رؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية. وأعربت فوندرلاين عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة مع مصر، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، وكذلك التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الطرفين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء. كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرج الزمني لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
عقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام. إلى ذلك كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج لهذا العام وإعلانها. وشهد الاجتماع الإشارة إلى عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية وتوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام. كما شهد الاجتماع الإشارة إلى الاتفاق على اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج. كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عددا من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ. وأكد مدبولي أن ما يتم من خطوات في هذا الصدد يأتي دعما للمستثمرين الجادين الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات الخاصة بهم وسعيا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتشغيلها. من ناحية أخرى استقبل مدبولي النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانس تيمرمانس لمناقشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء. وخلال اللقاء أكد مدبولي تخصيص مصر المواقع اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى العمل على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر. من جانبه أشار تيمرمانس إلى أن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الدول الأوروبية تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الحصول على الطاقة الخضراء. استطاعت الدولة بجهود أبنائها من القوات المسلحة والشرطة أن تعيد الحياة إلى قرى الشيخ زويد والعريش وإصلاح ما دمره الإرهاب ليعود الأهالي من جديد إلى بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم ومحلاتهم التجارية. بعد مغادرتهم بيوتهم وأرضهم منذ سنوات بسبب الأعمال الإرهابية، ها هم أهالي قرى الشيخ زويد والعريش يعودون الآن بدرعهم وهو الجيش وسيفهم وهو انتمائهم ووطنيتهم ليسكنوا أرضهم من جديد. الحقيقة الشيخ زويد القرى اللي عادت تدخلات كتيرة جدا من وزارة التضامن الاجتماعي قدمناها لأهلنا في محافظة شمال سيناء وخصوصا القرى العائدة إلى موطنها في شمال سيناء. الحقيقة احنا كل التدخلات اللي أهالينا اللي هم مستحقين لتكافل وكرامة تم تسجيلهم، تم تطوير بعض الوحدات الاجتماعية اللي كانت مهدمة واللي كانت مش موجودة، تم رفع كفائتها. تجمعات الغراء تضم 9 تجمعات، أبو عيطة، أبو خرشان، أبو معالي، أبو دهشان، أبو ملحوس، الذيابي وغيره. تم خروج أهاليها بظروف الأمنية والظروف الإرهابية التي مرت بها البلاد، خروجهم 7 سنين، وتم تسكينهم بفضل القوات المسلحة منذ 40 يوما أو 35 يوما إلى رجوعهم إلى مناطقهم. أول ما رجعنا هنا وفر لنا القوات المسلحة والقيادات السياسية، وفرت لنا بئر مية، وشغالين إن شاء الله في إنشاء محطة تحلية للقرية هنا، اكتفاء ذاتي موجودة عندنا حاليا دلوقتي. الظهير، أبو العراج، الروضة، و30 يونيو، 4 قرى عادوا لبيوتهم بعد أن تم تجديدها ولأرضهم ليزرعوا ويحرثوا، آملين في فتح باب رزق جديد لهم بعد أن جفت الآبار. إلا أن العمل جار على 400 محطة لتحلية المياه بشمال سيناء ووسطها، بالإضافة لوحدات صحية ومدارس لتكون قريبة من أهالي هذه القرى. احنا أيام قبل التكفيرية الله يكون بعوننا، دلوقتي احنا في نعمة، القوات المسلحة طهرت المكان طهرين كامل، والداخلية واتحاد القبائل والمؤسسة التنفيذية معانا ساعدتنا، احنا رجعونا دلوقتي الحمد لله في كل حاجة، بترجيع بمية وكهرباء ونور وتلفونات وكل تمام الحمد لله، ونشكر رئيسنا عبد الفتاح السيسي على الجهد اللي عمله. لقد استطاعت القوات المسلحة دحر الإرهاب ورجوع كافة الخدمات الأساسية كما ترون سيادتكم اليوم، الكهرباء والتلفونات وعودة والطرق. هذه القرية تم تطهيرها من الإرهاب. كم كان فرح الناس وانبساطهم بهذه المزارع التي نراها بجوارنا، وهذا الزيتون، هذه الزيتون كل يوم تسبح وتشكر
كمثل البشر أيضا. ابتسامات وفرحة بتجمع أهالي هذه القرى من جديد بعد أن فرض الأمن قبضته بتضحيات الأبطال من أهالي شمال سيناء ورجال قواتنا المسلحة البواسل. زراعة ومباني حكومية وخدمات صحية ومدن جديدة عادت إلى هذه الأرض، حيث عاد أصحابها إلى أماكنهم الطبيعية بعد أن غادروها بسبب ويلات الإرهاب. تكاتف بين القوات المسلحة المصرية وأهالي سيناء ليعودوا إلى أرضهم وإلى أماكنهم ليعيشوا عيشتهم الطبيعية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتنمية القدرات العلمية والعملية للضباط، احتفلت القوات المسلحة بختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسي العسكرية والتي عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية. وصرح المتحدث العسكري بأن تنفيذ الدورة قد تم بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية. وقد ألقى اللواء أركان حرب خالد مجاور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة نقل فيها تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركين بالدورة، كما أشار إلى أهمية تأهيل العنصر البشري لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري مستقبلاً. في إطار استراتيجيات وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة بجانب تنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 297 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن. وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 130 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 424 قطعة سلاح ناري أبرزها 1 جرينوف، 44 بندقية، و54 بندقية آلية، و30 مسدساً، و295 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و70 خزينة، إضافة ل 916 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 380,912 حكماً قضائياً، من بينهم 1322 حكم جناية و141,672 حكم حبس و187,086 حكم غرامة وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 28 متهماً قاموا بارتكاب 29 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهماً.
وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 901 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 141 كيلوغرام من مخدر الحشيش و166 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 21 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 9.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 15787 قرص مؤثر و1280 قرصة ترامادول مخدر، كما تم ضبط 2250 قرصة كبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 4 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. بالتزامن تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية، وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك. هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 130 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 171 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة، وتشمل المضبوطات أكثر من 138 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ضبط قرابة 19 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما أعلنت الوزارة ضبط 226 قضية، من بينها 106 قضايا خبز ناقص الوزن و64 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك في مجال قضايا المخابز. استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27. استقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ فرانز تيمرمانز، وأجرى الجانبان مشاورات موسعة شملت الاستعدادات لكوب 27 والقضايا ذات الصلة، فضلا عن آلية تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخي العادل مع التركيز على القارة الإفريقية. كما ناقش الجانبان أفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومرنة وخالية من الانبعاثات. كما اتفقا على تعزيز التعاون والدفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أي جهد لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر كوب 27 الذي تستضيفه مصر. We'll be right back.
أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها بعد أن صوت الناخبون الفرنسيون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط ترقب لمنافسة في الجولة الثانية في 24 من أبريل بين الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين مارين لوبان. وبلغت نسبة المشاركة 65% بتراجع قدره 4.4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرتها الداخلية الفرنسية. وتراجح استطلاعات الرأي أن يأتي ماكرون في الطليعة متقدما على مارين لوبان كما في انتخابات 2017، بينما يحل مرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشون في المركز الثالث. وفي كلمة لمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان بعد انتهاء التصويت، أكدت أن حل نجاحها ستعيد بناء جميع قطاعات الدولة المهمة ومن ضمنها القطاع الصحي. كما أشارت لوبان إلى أنها ستسعى لتحقيق رفاهية للشعب الفرنسي وتحسين القدرة الشرائية ونظام التقاعد، لافتة إلى أنها ستكون رئيسة لكل الفرنسيين. يواجه رئيسه القادم تحديات كبرى ومن أبرزها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية. أما في الداخل الفرنسي، يتصدر ملف تحسين القوى الشرائية المرتبة الأولى بين مطالب الشعب الفرنسي من الرئيس القادم، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي. وسط حالة من الترقب لمعرفة ساكن الإليزيه الجديد، يأتي الرئيس الفرنسي الجديد في وقت تواجه فيه باريس والقارة العجوز تحديات كبرى، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية التي طالت الجميع وكانت سبباً في موجة تضخم وغلاء عابرة للحدود والمحيطات. بكل تأكيد مهمة ساكن الإليزيه القادم ستكون صعبة، إذ تواجه باريس أزمات عدة داخليا وخارجيا، تحديات جاء ترتيبها تابعا لنبض ومطالب الشارع الفرنسي من جهة، والارتباط الوثيق بين فرنسا وما يحدث داخل البلدان المجاورة لها من الدول الأوروبية، خاصة أنها الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي، ولذا فعلى رئيسها القادم مهام ثقيلة للتعامل معها. وفقا لاستطلاعات الرأي، تصدر موضوع تحسين القوى الشرائية المرتبة الأولى بنسبة 52%، إذ سيكون على الرئيس الجديد التعامل بشكل أكثر قوة في تغيير مستوى قدرة الفرنسيين الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم بعد أزمات نقص الوقود والطاقة التي لم تقتصر على فرنسا بل اجتاحت أوروبا بأكملها. وجاءت الأزمة الأوكرانية لتشكل موضوع قلق شديد لدى 50% من الفرنسيين، واحتلت بذلك المرتبة الثانية بعد ملف تحسين القوى الشرائية، بينما تلتها قضايا البيئة وبالطبع جائحة كورونا. من القضايا الشائكة الأخرى ما يتعلق بمدى إمكانية استقبال وإيواء اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا، استمس بشكل مباشر قضية الهجرة واللاجئين التي طالما أرقت أوروبا بأكملها خلال السنوات الأخيرة. يبحث الاتحاد الأوروبي غدا فرض حزمة عقوبات سادسة على موسكو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. من جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتواصل مع قادة أوروبا للاستغناء عن النفط الروسي، مؤكدا أن الغرب سيواصل الضغط على الاقتصاد الروسي، واصفا استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا بجريمة حرب على حد قوله. ميدانيا، ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات. وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز KA-52 تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدفعية على أهداف أرضية، ولم يتم تحديد مكان وتوقيت الهجوم. هذا وقد تعرض مطار دنيبرو الواقع شرقي أوكرانيا لقصف روسي جديد أدى إلى تدميره بالكامل بحسب ما أعلن مسؤول محلي. في سياق آخر، قال حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية المحاصرة إن مدرسة وبناية سكنية شاهقة
تعرضتا للقصف في وقت مبكر اليوم. أضاف حاكم لوهانسك أنه لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح، هذا ولم يصدر عن الجيش الروسي أي تعقيب بشأن القصف. وصلت لليوم الثاني فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية في القصير بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان ل 388 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين. نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية قافلة طبية في منطقة قرداح التابعة لإدارة المنتزه الطبية. وقامت القافلة بإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان لحوالي 900 فرد، وذلك في اليوم الأول من القافلة والتي تستمر لمدة يومين. الأماكن دي حضرتك شايفها اللي هي الأكثر فقراً، بنوصل لها الخدمة لغاية عندهم. بالنسبة للقوافل الطبية بيبقى فيها جميع التخصصات مجانا، صرف العلاج مجانا. الناس اللي محتاجة عمليات أو محتاجة تدخلات بنحولها على المستشفيات التابعة لنا. عندنا كل التخصصات، عندنا الكشف والعلاج والتحاليل والأدوية مجانا. في تنظيم أسرة، تنظيم الأسرة هنا برضو علشان دي تكلفة. كل ده طبعا بمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. قدم أكثر من 13 خدمة مقدمة كلها بالمجان، معنا أكثر من 8 عربيات تقريبا، 9 عربيات عيادات متنقلة، وكمان معنا أشعة ومعامل تحاليل، معامل بارة ومعامل دم، وصيدلية كبيرة بتغطي تقريبا جميع التخصصات. قرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة تقرير اللجان المختصة للمجلس حول الدراسة المقدمة بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات إلى رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس عقب الانتهاء من مناقشة تقرير من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته باستعراض عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية، حيث وافق في مستهل الجلسة على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 والتأشيرات العامة المرافقة له إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. كما تطرقت جلسة مجلس الشيوخ إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول النمو السكاني وتنمية الأسرة، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن التقرير. محافظات مصر التي يرتفع فيها معدل النمو وينعكس في التعليم والصحة والكواليتي اوف لايف أو كيفية الحياة، بنجد أن الزيادة السكانية تقل وتتراجع. محافظات سيد الرئيس، محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية، وهي محافظات عامة يوجد فيها معدلات للنمو مرتفعة عن بقية المحافظات، بنجد مباشرة تراجعا
في الزيادة السكانية. أدعو الحكومة أن تتبنى هذه الدراسة، والتي جاء من نتائجها هو كيفية استخدام الأزمة السكانية التي تعاني منها الدولة الوطنية المصرية كعنصر بشري لرفع مقام التنمية داخل الدولة الوطنية. النواب وافقوا على مقترح من اللجنة بإنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان، وعملا بحكم المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس تم إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية. أسرة الأعضاء، أرى أن الموضوع قد استوفي بحثا، فالموافق من حضراتكم على ما انتهي إليه رأي اللجنة يتفضل برفع يده. موافقة. مناقشات مثمرة أضفت العديد من المقترحات والملاحظات على موضوع الدراسة بهدف الوصول بها إلى الشكل الأمثل. المشكلة السكانية بتمثل تهديد لكل جهود التنمية في مصر، وأصبح من الضرورة أن يكون هناك موقف حاسم مدروس تتضافر فيه كافة جهود الدولة. هي ليست مشكلة معني بها وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو مجلس، هي مشكلة أساسية تعني بها كل الوزارات وكل المؤسسات السياسية والأهلية في مصر. نحن في حاجة ماسة إلى مشروع قومي مقدم من الحكومة بمواعيد محددة وبخطة محددة وواضحة، نستطيع من خلاله أن احنا نقول أنه هذه المشكلة الدولة المصرية بتسير بخطة ثابتة نحو القضاء عليها فترة زمنية محددة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة المختلفة. مش عايزين نلقي العبء على مؤسسة بعينها، لكن هذه المشكلة هي محتاجة لتكاتف كل مؤسسات الدولة المصرية، محتاجين إلى حملات توعية كبيرة جدا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية. وأكد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. احتفلت وزارة الأوقاف بالذكرى انتصارات العاشر من رمضان من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن قواتنا المسلحة الباسلة سطرت في انتصارات العاشر من رمضان ملحمة من النصر والفداء والتضحية، مشددا على أن ما بذلته القوات المسلحة في السنوات العشر الأخيرة من حماية الوطن لا يقل عما سطرته في الحرب العاشر من رمضان. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الاثنين طقسا ربيعيا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يسود طقس مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. Thank you.
انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. خلال تلقيه اتصالا من رئيسة المفوضية الأوروبية، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. مدبولي يوجه بالانتهاء من ضوابط أداء فريضة الحج لهذا العام واقتصار الحج على من يحج لأول مرة. تواصل فرز أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وماكرون ولوبان في الصدارة. مشاهدينا، انتهت نشرة الأخبار، ولكن برنامج التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسيني. أهلا بك يا يوسف. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا ياسر؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كل سنة وانتم طيبين. أنا هستأذنكم بقى نبدأ فقراتنا. أنتوا عارفين البرنامج اللي في رمضان مختصر شوية. اتفضل. النهاردة عندنا حاجات لطيفة أظن إن شاء الله تعجبكم وتعجب مشاهدينا. بالتوفيق إن شاء الله. أشكركم جدا وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.